نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، وإليكم العناوين. وزير الصحة يفتتح بمدينة سوسة الأيام 19 الإفريقية والأوروبية لأمراض القلب التطبيقية. بريطانيا ترصد ارتفاع إصابات جداري القردة. أهلا بكم جديدة. افتتح وزير الصحة علي مرابط يوم أمس الجمعة بمدينة سوسة الأيام 19 الإفريقية والأوروبية لأمراض القلب التطبيقية التي تنظمها جمعية القلب والشرايين ورئتين بالتعاون مع الجمعيات العلمية المختصة في أمراض القلب من تونس والخارج. هذا وأكد وزير الصحة بالمناسبة على أهمية انفتاح تونس على الفضاء الإفريقي والأوروبي في مجال العلاج والبحوث العلمية والوقاية فيما يتعلق بأمراض القلب، مشددا على أهمية التكوين المستمرة لجميع المتداخلين من مهني الصحة في مجال علاج أمراض القلب والوقاية منها. من جهتهم تحدث الحضور في هذه التظاهرة التي يشارك فيها مختصون من تونس وعديد البلدان الأفريقية والأوروبية والعربية عن أهمية التعاون مع الجمعيات الأفريقية والأوروبية وأمريكا اللاتينية لأمراض القلب لما توليه من أهمية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات ودعم المجالات البحثية لتبادل الخبرات. كما كانت لوزير الصحة زيارة إلى مدينة الحمامات أمس الجمعة لافتتاح المنتدى الدولي للصحة الرقمية في دورته السابعة تحت شعار معا لإنجاح الانتقال الرقمي في خدمة الصحة، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة. وأفاد وزير الصحة في مداخلته أن الوزارة تعمل على رقمنة القطاع الصحي لمزيد تقريب الخدمات الصحية المزدات للمواطنين بهدف تحقيق العدالة الصحية وسلامة المرضى، مشيرا إلى أن الصحة الرقمية تمثل محورا هاما للسياسة الصحية في تونس، وشدد على ضرورة تنسيق جهود كل المتداخلين في القطاع الصحي العام والخاصة وتوحيدها لإنجاح الانتقال الرقمي لما له من انعكاسات إيجابية على مردودية القطاع وتكريس أسس الحوكمة الرشيدة، من ذلك الشفافية وحسن التصرف في الموارد المادية والبشرية. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم السبت عن إلقاء القبض على 8 نساء يشتبه في انضمامهن إلى تنظيم إرهابي، وذلك بأحد أحياء الكرم الغربي بالعاصمة. وأبرزت أن الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرطاجة تمكنت أمس من القبض على الخلية بعد ورود معلومات مفادها نشوب خلاف بأحد أحياء الكرم الغربي تحول إلى تراشق بمواد حارقة. وأضافت الوزارة أن الوحدات الأمنية تحولت بعد استشارة النيابة العمومية إلى مكان الحادثة، وقامت بمداهمة منزل وإيقاف امرأتين في مرحلة أولى، ثم بتدقيق التفتيش تم اكتشاف غرفة سرية داخل المنزل كان بها 6 نساء محل مناشير تفتيش من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي. هذا وأذنت النيابة العمومية بإحالة الملف على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطنية بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطنية لمواصلة الأبحاث مع جميع الموقوفات حسب نص البلاغ. دوليا، أعلن مسؤولون بريطانيون أن تفشي مرض جدري القردة في المملكة المتحدة يتزايد في جميع أنحاء البلاد. وقالت وكالة الأمن الصحي في إفادة صحفية اليوم الجمعة إنه تم رصد 810 إصابات بجدري القردة في المملكة المتحدة حتى الآن، بينها 5 حالات فقط من النساء. وأوضحت أن بياناتها تظهر أن جدري القردة ينتشر في شبكات جنسية محددة للمثليين وثنائي الجنس، وأضافت أنه لا توجد مؤشرات على انتشار مستدام يتجاوز هذه الفئات من المجتمع. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير الصحة يفتتح بمدينة سوسة الأيام 19 الإفريقية والأوروبية لأمراض القلب التطبيقية. بريطانيا ترصد ارتفاع إصابات جداري القردة. نهاية النشرة، قدمتها لكم أحلام العامري، في أمان الله. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فم.